البهارات اللي بيستخدموها الشيفات في المناسبات وفي الأفراح وفي الحفلات يا بنات، البهارات بيتحط على الأكل، بيبقى معروف أكل الشيفات لما بنجيبه في أي مناسبة بيبقى ليه طعم كده، والسر بتاع البهارات دي مش بيديه لأي حد. أنا والله جبته فعلا من شيف، وأنا عملت الفيديو ده كتير وطلعت بيه ترند إن البهارات دي جايباها من شيف فعلا بتطعم الأكل خطيرة يا بنات. هنزل لكم المكونات بتبقى عباره عن ايه، وجات لي اسئله كتير عليها. المقادير، المقادير يا بنات هو هيحط لكم كميات متساويه، تمام. هتجيبي تروحي تكتبون في ورقه وتقولي له عايزه ورق لوري، حبهان، زعتر، كوب صيني، فلفل ابيض، فلفل اسود، ليمون ناشف، قرفة عيدان، قرنفل، بلح جوز الطيب، بلح جوز الطيب. الكميه دي تجيبي 3 وحدات لو كميه زي كده. ورد بتاع بهارات بس خلاص، هم دول هم حوالي 10 اصناف او 11 صنف بس، لكن لا فلفل لا توم باودر ولا بصل باودر بيتحط على البهارات دي، ولا الكمون. الكمون يا بنات بيقرف البهارات، لان مش كل الاكل بنحط عليه كمون. البهارات دي اعمل بها بقى صينيه بطاطس بالفراخ، صينيه بطاطس باللحمه، حواوشي، حمر الفراخ كده واديها رشه من البهارات دي، خطيره. وادعوا لي فيها يا بنات، زودوا، وهي اللي تزودي عليها كميه القرفه، زودي لها كميه القرفه بتديها طعم وريحه خطيره. والف هنا.